السلام عليكم يا اخوان جميعا، كيف حالكم؟ عساكم بخير. رجعنا لكم اليوم من جديد، واليوم يا اخوان راح نلعب على طاولة المواجهات او طاولة الكؤوس، وكمان نشرح عنها شيء بسيط لانه لاحظت اكثر الاسئلة عم تجيني بالفيديوهات الماضية يسألون عن شو وضع هاي الطاولة، وبعضها بتسأل ايش فائدتها يا الطاولة. قبل كل شيء يا اخوان شكرا لكم، شكرا على وجودكم معي بهاي القناة، وشكرا شكرا شكرا للناس اللي وقفوا معي امس على البث المباشر. كان في عندنا تحدي اخوان اللي هو الفوز من لندن الى برلين، الحمد لله كان عندنا 3 محاولات، المحاولة الاولى ما نجحت، المحاولة الثانية ما نجحت، المحاولة الثالثة الحمد لله بفضل الله تعالى استطاعينا نوصل الطاولة برلين. صح صار في اخطاء، ولكن معرض الواحد لكل شيء بهاي اللعبة. تمام، ربي يعزكم جميعا، فحطوا لنا لايك يا اخوان للفيديو، واللي مو مشترك بالقناة بتمنى كمان يشترك، وشكرا لكم جميعا. عندنا اخوان طاولة الكؤوس، طاولة الكؤوس هاي او طاولة المواجهات اللي هي من ضمن موسم البول باس. هاي الطاولة يا اخوان اهم اشي بيها هي، يعني عشان ايش ضافوها، يعني اهم شيء خلينا ندخل عليها، اهم شيء فيها هو يا اخوان الليجا الخاصة بالكؤوس. هاي كل فوز بيعطيك 700 نقطة، مش مثل الطاولات الثانية. الطاولات الثانية اخوان بتعطيك اعلى شيء مثلا فينيس، اعلى طاولة واكبر طاولة تعطيك بالنقاط 180 نقطة بالفوز الواحد. هاي الطاولة بتعطيك صديقي الكريم بالفوز الواحد 700. لكن بس في شغلة واحدة لازم يعدلون عليها، انه اليوم البطاقات كل ما العب انا وقت اخسر معاش يخصمون من البطاقات، اما وقت افوز لازم ما ينخصم من البطاقات. هاي لازم تتعدل هاي النقطة. فاكتبونا بالتعليقات انتوا يا اخوان ايش مستواكم بالنسبة للكؤوس ضمن هذا الموسم. تمام، لازم تكون صديق انت من العشر الاوائل عشان ينضاف لك الكأس بالبروفايل الخاص بيك، لانه هذا الطاولات خلص، او هاي الطاولة راح تتثبت بشكل رسمي بكل موسم راح ينزل بالايام القادمة، لانه كل موسم بعد ما بينتهي بيضيفوا لك الكأس حسب ترتيبك. اذا ما كنت من العشر الاوائل فانت ما الك شيء. شايف حد رقم 10 مثلا، هذا علي رقم 10، الرقم 11 فما فوق هذا الكينج ما له شيء، اما لازم تكون من العشرة الاوائل عشان يضيفوا لك انت الكأس. اكتبونا بالتعليقات شو مستواكم بهذا الموسم بالنسبة للكؤوس. اوكي يا اخوان، طبعا بيعطونك كل 24 ساعة 4 قطع او 4 بطاقات، في بطاقة مجانية، كل ما تقدم مرحلة بيعطونك بطاقة او بطاقتين حسب ترتيب مستواك باللعبة. اوكي يا اخوان، خلينا نشوف هذا اللاعب مبدئيا. اوكي، امس كان تحدي والله خرافي يا اخوان، يعني والله ما اعرف شلون بدي اشرح لكم اياه. كان في عامل من التوتر، كان يعني عامل يعني كمان مو سهل اليوم من لندن الى برلين، مش طاولة واحدة تلعب عليها انت عشان تقدر تتحكم بالوضع، انت تلعب على اكثر من طاولة يعني. فنصيبنا تعذبنا شوي صح، ولكن بالاخير الحمد لله قدرنا نوصل للي بدنا اياه. ايوان هذا اللاعب فلتت منه العصا ولا ما يسلمني بهالسهولة هاي. خلينا نفوت طابت 12 ونثبت سبن مكانه، بعدين نجيب طبت العشرة وسط تحت. بعدين ال 11 فوق. بعدين البلاك يمين تحت. هذا بكل فوز يا اخوان بيرفع لك 700 نقطة نظام الكؤوس.
فاللي عنده بطاقات ويستطيع يرفع يرفعهن. سؤال آخر توجه لي يا أبو فيصل، عم لاحظ عندي هاي طبعا أسئلة بتجيني، يلاحظون عندي مثلا أول لاعب لعبان بأرقام خرافية، من وين جاب هذين البطاقات؟ ما جابهن يا أخوان، هذول مثلا عندنا هذا الترتيب الأول، أوكي أول لاعب أو ثاني لاعب، تلقى عنده مثلا 232 وراح يوصل 240 250 يجوز يوصل 300 400 ألف، ما تعرف. هذول يلعبون على طاولة فينيس، يلعبون على طاولة برلين، يعني إدمان باللعبة. فكل فوز على هاي الطاولة يعطيك 103 نقاط كمثال، هنا 180 نقطة، هاي كلها تنضاف بالكؤوس. طبعا كل الطاولات مو شرط بس هاي الطاولة، تمام. الموضوع الآخر كمان المهام، المهمة اليومية، مثلا هاي المهمة بتعطينا 300 أخذناها، أوكي كمان بيضيفوا لك ياهن الرصيدك ضمن الكؤوس، وهكذا أول بول. مثلا هين طالبين منا صندوقين بيعطوني 450، نجي على الصناديق نفتح صندوقين، هيك أنت بتساعد أكثر وأكثر ترفع عندك نمط الكؤوس. ظل بدهم صندوق آخر، ناخذ الصندوق الآخر. يعني بدهم صندوقين حسب المهام يلي مطلوبة أنت منك. سكرت عندنا المهمة، أرد نرجع، تمام أرد بناخذها، بناخذ المهمة وهكذا صديقي الكريم. بس أنت وقدرتك عادي، أنا شوف شو متطلبات المهمة اليومية، وإذا عندك بطاقات تلعبهن على الطاولة وحاول تلعب على الطاولات الثانية، هيك أنت بترفع عندك نمط الكأس. المفروض الكل لازم يضبط حسابه ويتعب عليه، كونك أنت بتلعب هاي اللعبة، إذا عندك بطاقات حاول تلعب على هاي الطاولة. خلينا ناخذ هاي البطاقة المجانية، بعدين ناخذ هنا، ها أخذنا سمايل، حلو حلو جميل جدا هذا سمايل، والله حلو ممتاز. وهيك احنا خلصنا كل النقاط بشكل كامل، هاي كل المهام اخذناهن، وترتيبنا كمان الثالث يعني حلو ان شاء الله. فاكتبوا لنا انتم ايش مستواكم او ايش ترتيبكم انتم ضمن هذين الكؤوس. حلو 852، هلا ورحب. يا رب. من وين هذا اللاعب اول شيء؟ من البحرين. هذا كان معي بالترتيب الماضي، والله نفسه. والله هو نفسه، والله شكرا، والله شكرا لإلو. كان معي بالترتيب الماضي، هو نفسه هو كان الأول، شكرا لإله. إذا خلنا نشوف جيم آخر. وين الناس؟ ها لقط 141. طالما عندك نقاط حاول تلعب أنت على هاي الطاولة. الخصم بحياته ما فات عكس الاتجاه الا اليوم. برغم هاي كسرة حلوة بتفك الجيم فكة حلوة يعني، لكن مو مشكلة مو مشكلة. عنده 3 فوزات، جميل. ايش اختار هو؟ الطابات الكبيرة. وضع البلاك لحد الان ما اقول انه يفك الطابات، والا مسكر البلاك قد يجيبه بند، ما يجمعه كمان بند، بدل يفك طابة الواحد فكه وطلع حتى البلاك من مكان. كفو كفو عليه والله. هاي وين هاي؟ والله تيجي معاه يمين تحت. لا تفوتين يا عمري، ايش ما تفوت ابو فيصل بكيفك يعني. لا هالمرة بدها تفوت، خلاص خلاص هالمرة بدها تفوت.
اهم شيء نبعد هاي من البلاك. قدم شوية سبن عشان نجيب طابه الثلاثه ونخلص منها. ايوه بعدين خلينا نجيب طابة السبعة كمان. بس يا عمري بس هاي طابة اثنين. بعدين طابة الستة ويكون انتهى معنا الجيم بإذن الله تعالى. ما اعرف ظل عندنا نقاط ظل عندنا 5. يعني هاي هي شرح الطاولة بالنسبة يا اخوان بشكل عام. انت وشطارتك انت وهمتك المفروض تضبط امورك تحصل على مهام هذولا، او انك تلعب على نفس الطاولة من ضمن النقاط. ما بدنا نطول اكثر واكثر، اعتقد الصورة واضحة هيك بشكل عام للجميع. حاول تكون من العشر الاوائل عشان انت ينضاف لك الكأس بحسابك كل نهاية كل موسم، لأنه هاي الطاولة ثابتة يعني على طول، بدها بكل موسم ينزل بدها بتنزل. يعني مستوانا 87 بده الواحد يظل يلعب عشان يكون ينطونا الكأس الفضي. أول واحد هو الكأس الذهبي، من الأربعة إلى العشرة البرونزي، كله حلو، المهم أنت تكون من العشرة الأوائل فقط. تمام يا إخوان، ربي يعزكم جميعا، شكرا لكم معانا، شكرا لوجودكم معانا. يعني جوز تكلمنا اليوم زيادة عن اللزوم. الله يجزاكم كل خير، اترككم بأمان الله. كان معكم أخوكم أبو فيصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.